طيب مبدئيا ما شاء الله المقادير مرة كبيرة، فشكله ما حتكفي الصينية اللي عندي، هعملها على صينيتين. يعني كدي خلاص عملت المقادير فرح اعملها على صينيتين. انتوا من بدري تقدروا تقسموها نص، اللي كتبت لكم هو هنا ما شاء الله المقادير حقت صينية كبيرة، صينية البراونيز الكبيرة. يلا نبدأ، بسم الله. شغلنا الفرن على 160 165 درجة مئوية، نشغل النار، نخليها على نار متوسطة، وأول شيء نبدأ بيه الزبدة نسيحها، بس ما نخليها تحمى مرة، يعني ما نبغاها تغلي، بس نسيحها يدوب، بس تسيح نكمل باقي الخطوات. شايفين زي كده خلاص ساحة الزبدة، ما نخليها تصير حارة مرة بزيادة. شايفين الحرارة، ما عليت ولا وطيت، زي ما هي خلاص. زي كده نتأكد إنه الزبدة كلها ساحت، خلاص نقول للبوتاجاز شكرا، نقفل النار وننقل الزبدة في زبدة نخلط فيها. دحين راح نحط الزبدة في هنا في الزبدية. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحط عليها الكاكاو بودر المرة عشان كمان تنزل حرارة الزبدة، ما نباها تكون، نباها دافية، ما نباها مرة حارة ولا نباها كمان مرة باردة. ليش نباها دافية؟ عشان نبغى السكر يدوب جوا وما يعمل في سطح البراونيز كده فتحات صغيرة، كتل صغيرة أو أخرام صغيرة. نقلب كده الكاكاو مع الزبدة، نضيف بسم الله الرحمن الرحيم السكر. ترى السكر انتو شايفين كميته كبيرة، عشان قلت لكم شكله مقدارين او صينية كبيرة، مقدار واحد لصينية كبيرة. وهنا عندي الملح، ونقلب. الوصفة حقتي، ويش بقضى قلب ازرق الاضاءة، الوصفة حقتي القوام حقها افضل والكمية حقتها كمان أحسن، هذه كميتها كبيرة. فإحنا حنمشي زي ما الكتاب بيقول، ونشوف يا رمينا الكتاب في الزبالة، لأنه هذه الوصفة هي اللي حتخليني أقيم إذا المقادير طيبة ولا لا. نضيف البيض بالتدريج، بسم الله، نخلط بيضة بيضة إلين بس كل المقدار، لما تختفي البيضة نضيف اللي بعدها. أخلص كل مقدار البيض وأرجع لكم. كمان إيش راح أحط؟ راح أحط الفانيليا. خلاص إحنا حطينا الملح، بسم الله، هذه الفانيليا. دحين راح نضيف الدقيق، ويفضل برضو على دفعات أو دفعة واحدة، زي ما تفضلوا. اللي تقريبا حيكون بالملعقة هذه، لما يتجانس الخليط بالكامل نضيف الجزء الثاني. شوفوا المجهز الصواني حقتي، حطيت الدفعة الثانية من الدقيق ونقلب. شوفوا الصراحة هذه إضافة من عندي، كنت أبغى أحطها، وشكلي هحط في واحدة صينية وصينية أخليها بدون، عشان نشوف يعني بالشوكليت شيبس ألز ولا كده ألز. لو عندكم صينية كبيرة أعملوها في صينية واحدة كبيرة. الخليط عندي هنا كتير، فراح أحط في الصينية هذه اللي هو بدون شوكليت، وبعدين راح احط الشوكليت هنا، اقلبها على السريع واحط في الصينية الثانية. الحين راح نضيف الشوكولاتة، نحط شوية والباقي على الوجه، نقلبهم كده على السريع ونحطهم في الصينية. هذه حتصير ملغمة بالشوكولاتة الصينية.
خلاص هخليه زي كده. ليان تقول تحبه نحيف، يلا نحطه في الفرن. من أهم أسرار نجاح براوني ما تخلوه وقت طويل في الفرن، هذا أهم شيء، أهم شيء. يعني يفضل يا دوب يتشقق الوجه تشيله، ما تخلوه وقت طويل لأنه حيصير كيكة. لو خليتوه وقت طويل حينشف ويصير زي الكيكة. يا جماعة الطريقة فنانة، دوبي دوبي خرجت من الفرن، خلاص اعتمدوها عندكم. مقادير موزونة، واللي يحبه دبدوب زيي يحط المقدار كله في الصينية هذه، اللي يحبه نحيف يقسمه على صينيتين أو يعمله في صينية مرة كبيرة. الوش بنمعة، ما في أخرام أخرام أخرام، هذا عشان دوبي بالعود. حطيت أطلع كده عود، بعد شوية دحين لما تبرد حيتشقق الوش كله، ونقطع بالسكينة يقوم يصير. شوفوا هذه القشرة اللي أنا أقصدها، شوفوا يا جماعة لا يفوتكم الوصفة، رائعة. طبعا هذه ملغمة بالشوكولاتة، هذه اللي أنا حطيت لها جوا شوكولاتة مرة كتير. شوفوا